عبد الله احمد صالح، دكتوراه الفلسفه وعلم النفس بجامعه عين شمس. بالنسبه لافطار رمضان المجمع، فيه عادات واعراف وتقاليد يشرف بها الوطن العربي والعالم الاسلامي، حيث يتكاتف الناس يبقوا في يد واحده بيثبتوا انه قيم الاسلام فيه قيم غريزه. لابد الانسان انه يتصف بهذه الصفات، لانه المسلمين كلهم بيبقوا في يد واحده مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: من افطر صائما فله اجر الصائم دون ان ينقص من اجورهم شيء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان الجنه لتزخرف من الحول الى الحول بقدوم شهر رمضان المبارك. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، قد جاءكم شهر مبارك فيه ليله خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. معكم علي الشيخ حمزه علي. طبعا احنا بنقيم هذا الفطر كل سنويا، وبيتجمع فيه الاهل والحبايب وزي كده، فان شاء الله ربنا يجعل الامن الامان، فبيجوا الاهل والحبايب. فطبعا بيقيم الفطر، وبعد كده بيبقى امسيات دينيه، امسيات دينيه، ويبقى طبعا الذكر والمدائح وزي كده، بيتلموا الاهل والحبايب واهل الفضل، وكله بيجي طبعا في الجوانب يشرفون عندنا. كل عام والشعب مصر كله بخير. اولا الحاج سيد بيعمل العزومه دي في شهر رمضان، يتعارف القبلات على بعضها في منطقه حجازه، ويجمع الاهل والاحباب في شهر رمضان بالمناسبه الطيبه دي في هذا الشهر الكريم. واكيد طبعا هتكون دي فرصه طيبه عشان كل القبائل تتعرف على بعضها، قبائل العباب دي كذا كذا قبيله مع بعض، وهو بيجمع الناس دي عشان يتعارفوا مع بعضهم، ودي فرصه طيبه ان نتعرف مع بعضنا في هذه المناسبه الطيبه في هذه. اشحطها كفاحا واخطو مرتاحا واشحطها كفاحا واخطو مرتاحا في عرف صحاحا تفتح ذكرى. احنا بنعمل ده لله، وفي نفس الوقت يكون في اختلافات بين القبائل وبين الاهل، فبتاجي اللمه دي بنصلح بين اولاد العمومه والجيره والمسلمين كافه عامه. لما شايف معاليك هتشوف ناس كثيره جايه من كل المحافظات ومن جميع الاماكن عباب، لان هنا مقر العباب ده في اي تحرك، يعني لو جايين من اسوان رايحين البحر الاحمر بنستقر هنا، جايين من أسوان رايحين البحيرة بنستقر هنا عند العمدة السيد، وزي ما شايف جامع طبعا وعازم حبايبه، وكل سنة الفطرة دي موجودة. بيعملوا عادة سنوية 27 رمضان باحتلاف باحتفال هذا الشهر العظيم، وبيعملوا رحمة وبيدعوا الناس، وبتفطر الناس فطرة المغرب، وهي عادات العرب والعباب ده اللي هي مودة في كل شهور رمضان في جميع الأقطار عندنا، نجعل عرب ونجعل شم. شعور جميل جدا جدا ورائع جدا جدا، بيحس انه الدنيا مترابطه مع بعض، ونحن في اسره واحده، وحاجه جميله بصراحه، يعني دائما يقرب كده الود والمحبه.